بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذة ليلى جمعة جبريل أخصائية التصنيع المزايا وحفظ اللفظية بالتعاون مع منظمة برادتك الأكشن. اليوم حنقدم لكم طريقة عجين القراصة. المواد: نص كيلو دقيق، نص لتر ماء، ملعقة 5 جرام من خميرة بيرة، ملعقة 5 جرام من ملح الطعام. المعدات: كورة للعجين، طوة مقصوصة. طريقة عجينة القراصة: ملعقة ملح، ملعقة صغيرة، وملعقة خميرة بيرة. بعد ده نيجي نضيف الموية عندنا بالطريقة دي لحد ما تتماسك العجينة. تديني كتلة واحدة. كده خلاص تمت العجينة. كانت عجينة الغراسة.